ما هي السيمونية؟ السيمونية هي بيع الدرجات الكهنوتية بالفلوس، وسببها ان سيمون الساحر اراد ان يدفع فضة ويقتني مواهب الروح القدس، فقال له القديس بطرس لتكن فضتك معك للهلاك. دي السيمونية اللي هي بيع المناصب الكهنوتية بالفلوس. بيقول في اي مرحلة من العمر سنكون عليها في السماء؟ اخر مرحلة وصلت ليها، بس مش واحد مات وهو شيخ يبقى في الابدية شيخ او هرم او بيتك على العصاية، لا، هيبتدي ياخد صحته ووضعه الكويس، لان ما فيش في السماء لا ضعف ولا مرض ولا حاجة من النوع.